وهي كمان خلص بكفي هدول، صاروا كتير تقال علي. بوكي ياهن بطريقك، قول لهم انه ملك بتسلم عليكم. ايه وما في بوسه لجد وجمال؟ عاصي لوين؟ رايحة لعند فاتن ما؟ كيف فاتن؟ منيحة؟ والله مثل ما بتعرفها، يعني تعبانة شوي. وين نامت امبارح؟ يعني وين نازلين؟ ناموا بالفيلا عند جدته. وهلأ فيني امشي؟ اكيد طبعا، خليكي جنبها بلكي بترتاح شوي، بتعرفيها كتير حساسة، اكيد ما نامت من كتر مو زعلانة، لا تخليها تفكر انها لحالها. عاصي استني شوي، إذا رايحة لعند أختك بدي أبعث لها شوية أغراض. والله مبارح الخانة وطول الليل ما غمضت العين، كانت تعبانة كتير. المهم عملت لها لفاتن الأكل اللي بتحبها، يا ريت تاخدي لها إياها إذا رايحة لعندها. طيب بس استعجلي الله يوفقك. ماشي يلا. أنا زعلاني عليها، كمان هي أمك بنتي. والله اللي صار مو قليل بنوم. يلا بخاطرك. الله معك. ما شاء الله اليوم أنتم مجهزين حالكم بكير، شو القصة؟ بدي أروح أدرس شوي بالصف، لأنه هونيك أهدى. ها تعي لهون يا فصعوني، تعي لعند أمك لشوف. هيك فيكم تزعلوا أمكم هيك؟ يلا باي. باي ماما. ايه شو عليه؟ مثل ما بدكن. ما صفي غير انتي لحتى تلعبي بدالك من ورا ظهري، وانتي كمان كرهتيني وصرتي بهداك الفريق؟ ليش انا شو سويت؟ شو انتي مفكرتيني عمية يا ست فاطمة؟ شفتك شلون معرمتيهم هيك بالعلبة. ما شاء الله نظر كتير قوي يغزي العين عنك. عملتيهم لفاتن مو؟ وعاصي اخذت لي اياهم. شو لك كان ببعث لي اياهم بالبريد؟ اختها بتوصلهم، هلا تنبسط فيهم كتير. وهلا فاتن عند مين نازلة؟ سألتي عاصي؟ والله ما سألتها، ما بعرف انه بالك مشغول عليها. انت كمان معقولة ماله مشغول؟ حكيك صاير بلا طعمة. نحن المزرعة مانا بعيد. حلوين هالوردات، مزبق يلي قطفهم. أنا وليلى وملك، نحن ثلاثة قطفناهم. منيح لكان إنه جبتهم معي، عجبوكي. عاصي، شغلة غريبة إنه وحدة ذكية مثلك تظهر عقلها وتكبر الموضوع. أي موضوع؟ أنا ما حكيت شي. ما في داعي نلعب على بعض، أنت بتعرفي منيح أنا شو قصدي. ليلى بنت كتير منيحة، وأي شب بتمنى تكون من نصيبه. عاصي بكفي، ما في لزوم. قلتلك هي ما بتفرق عن أختي. شو صاير لك؟ ما عم تستوعبي؟ لكان فكر شو يلي عم بيخليني ما استوعب. أنا شايف إنه مو جاي على بالك. طبعا تعمل الشغلة وبتزتها بظهر غيرها، صعب عليك كتير إنه تحلل شخصيتك، بس بظن لازم تبلش فورا. يا ريت شي مرة بتحط حالك محلي، وإذا بدك تطلع بعيوني وبلش تحليل تبعك. ما رح أطلع بعيونك، ما فيني، لأنهم ما عم يشوفوا صح. بس مبارح ما كان هيك رأيك فيهم. طيب ذكريني شو حكينا. مثلا انك شايف حالك زيادة عن اللزوم. ايه تذكرت. شو لسه كمان؟ يلي الغضب مسيطر عليه، يلي بحب كل شي يكون إله وبس. شوف حالك انت هيك يا أمير، بظن انك بتتمني يكون مثل ما حكيتي، بس برأيي انت كتير غلطانة ومصرة على رأيك، وبتفكري مثل الصغار، تفكيرك مو مزبوط. شو رأيك نسكر الموضوع؟ شو أخذ معك؟ هي من خالة فاطمة، ساوتهم لفاتن. فيني أخذ وحدة؟ هدول لفاتن. طب أعطيني وحدة منهم. لا يلا أمير، هلأ بتكبهم تريك شباك.
طيب هاتي هاتي راح ما في لزوم، قربنا نوصل، مو صفي عن كم متر، انا بوصلهم. رح تجي ولا لا؟ بدك اجي؟ لا معناها جاي اذا هيك بدك. لسه هلا كنا عم نحكي انك شايف حالك زياده عن اللزوم. اذا انت اكل هم اختك انا كمان اكل هم كريم، وهالوردات الحلوين لانهم بس منيح. معناتها كان لازم تفهم علي ليش ما اعطيتك من هدول يا استاذ. عالروزانة عالروزانة كل الحالة فيها، شو عملت الروزانة الله يجازيها. عالروزانة عالروزانة كل الحالة فيها. تسلم لي، شو بتفهم بكل شيء. ليش بقى؟ شغل النسوان ما في اسهل منه، بس انتو بتفكروا حالكم عم تخترعوا شيء اختراع خطير لما بتشتغلوا. كل هاد كرمال فاتن، بلكي منشوف ضحكتها للبنت. وامير كمان اجا ليكو برا، وهو اللي جاب هالوردات لكريم وفاتن. بصراحة كنت رح استغرب كتير لو جابوا لإلي. انا رايحة على الصالون جدو، وانت خلص شغلتك على راحتك والحقني. لا حبيبتي حاجتي بقى، انا جاي معك. ها يلا لشوف. والله ياما كل الفيلا تحت امرك. انا ما بيهمني، بس فاتن تعبانه، ما عم تقدر تتحمل هالشي اللي صار امبارح، كأنها كمان عم تتهرب مني، خايف حتى المسها. الو صباح الخير. اهلين يا عروس. طبعا طبعا نحن بانتظارك، امتى جاي؟ كيفك؟ الحمد لله. خلص ماسا ماسا، خلصنا ما في مشكله. صباح الخير. ماشي الله معك. هالوردات الحلوين لاحلى ورده بعتولك اياهم ملك وليلى. يسعد صباحك يا احلى عروس بالدنيا. خالي فاطمة.